عمر بهلوان على تنفيذ الفاول لمصلحة الأنصار، طويلة الكرة، جول 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 جول، الهدف الأول لمصلحة فريق الأنصار بهيدي اللحظات. من يلي سجله؟ هل هو اللاعب رقم 26؟ نعم اللاعب رقم 26 بصفوف فاول اوت. على كل الأحوال كرة لمصلحة الغازية بهيدي اللحظات، مقطوعة من الأنصار، الأنصار بالهجوم بهيدي الأثناء، تمريرة حلوة كتير لعند عمر، عمر عمر ما بيجيبها إلا عمر بهلوان يلي عم بيسجل الهدف الحاسم للأنصار وعم ينهي اللقاء. جول 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 عمر بهلوان ملك الفوتبول. 2-0 أصبحت نتيجة اللقاء، والأنصار بقيادة زهير مراد عم ينهي الأمور تماما وعم بيسجل الهدف الثاني. 2-0. خلينا نشوف الإعادة للكرة.